أعزائي المشاهدين، أعزائي مشاهدي قناة مصر البلد الفضائية، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسرار البلد. حلقة اليوم نقدمها لكم عن تطوير التعليم في مصر. يعني النهاردة هناخد الموضوع ده على كذا حلقة. بداية هنتكلم عن اقتصاديات التطوير، وبعدين هنتكلم مع المتخصصين عن التطوير نفسه يكون إزاي وكيف يتم التطوير بالنسبة للتعليم في مصر، لأن احنا طبعا شفنا في الآونة الأخيرة التعليم بدأ ينهار بشكل غير حضاري. بدأ هناك العادات، بعض الطلاب بدأوا يقلدوا الأفلام اللي احنا بنشوفها، زي أفلام طبعا الأسطورة، أفلام محمد رمضان عموما بشكل كبير جدا. بدأت الطلبة والتلامذة في المدارس يقلدوا هذه الأفلام وبعض الألفاظ اللي بتخرج من الطلاب والمدرسين. طبعا لابد من الدورات التدريبية، هنسمع ده كله من المتخصصين. بداية هنبدأ باقتصاديات التعليم، ومع رجل الأعمال الأستاذ عتريس محمد فايز هيكلمنا عن هذه النقاط المهمة. أهلا بحضرتك يا حاج أهلا عتريس. فيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أهلا بسيادتك. دايما يمكن كنا بكل الناس دلوقتي ما عجبهاش حال التعليم، هل أنت راضي عنه الأيام دي؟ هو حال التعليم عشان تصلح حال البلد لازم طبعا نصلح حال التعليم أولا، وده يعني كل الدول اللي نهضت وكل الدول اللي وصلت لمستويات اقتصادية كويسة هي طبعا اهتمت أولا بالتعليم. تمام. فطبعا لازم احنا نهتم بالتعليم من بداية من البيت للمدرسة للجامعة صحيح. للبعثات الخارجية، بحيث ان البلد تنهض ان شاء الله بالتعليم إن شاء الله. ان يا شاء ريت الله. تكلمنا، يعني حضرتك لما كنت طالب كنت في مدرسة ايه، وتشرح لنا المدرس كنت بتتعاملوا معاه ازاي عشان نعرف الفرق. والله احنا ظروفنا واحنا طلبة كانت ظروف خلاف الفترة الحالية تماما. يعني طبعا احنا كان كل المستويات مستويات عادية خالص، مدارس حكومية، ما كانش في دروس خصوصية، فكنا بنجتهد. يعني بيبقى يعني التفوق بيبقى قدرات شخصية للطالب او قدرات شخصية للانسان نفسه. بس المدرس كان برضه بيشتغل يعني لا، بأمانة. ما هو طبعا هو القدرات الشخصية للطالب، وطبعا القدرات الشخصية للمدرس هي اللي بترفع مستوى الطلاب. لكن في الوقت الحالي طبعا الميديا والفيس والتعليم عن بعد، وطبعا أثر. الطالب بيتأثر بكل المؤثرات الخارجية، فلازم نواكب التأثير ده عشان نطور التعليم. لكن ما فيش مقارنة بين زماننا احنا او ايام التعليم بتاعنا الايام الحالية، فلازم يختلف. لكن احنا لحد دلوقتي ماشيين بالتعليم اللي هو من 30 سنة، فده طبعا ما ينفعش، لازم نطوره عشان نواكب ذهن الطالب الحالي او ذهن الابن بتاعنا عشان يوصل لمستويات زي مستوى الطالب الخارجي في الدول المتقدمة. صحيح. أكيد في دماغك مازال اسم مدرس يعني ليه الفضل عليك في تعليمك، وأكيد فاكره من لغاية دلوقتي، وهو اللي غير مسارك أو خلاك يعني تبقى طالب يعني مجتهد. والله طبعا في كل مرحلة كان بيبقى لينا مدرس. في نتكلم عن الابتدائي مثلا، المرحلة الابتدائية هي التأسيس يعني. كان يعني معظم المدرسين كانوا بيهتموا بينا يعني كأننا ابنهم، مش طالب عندهم، وكانوا بيهتموا بينا اهتمام يعني شايف فيك ان انت انسان متفوق، فبيهتم بيك بصورة توصلك ان انت فعلا تحافظ على التفوق ده. تمام. فكان في الاستاذ ابراهيم، استاذ فاكرهم لغاية صبري، دلوقتي. كلهم اساتذه اثروا فينا طبعا لحد دلوقتي. وفي الاعدادي نفس الفتره بتاعت الاعدادي، الثانوي، الجامعه، والدكاتره اللي في الجامعه. فطبعا كان نموذج المدرس كان بالنسبه لنا قدوه، خلاف دلوقتي مثلا نموذج المدرس تشوفه في الفصل كانه يعني ايه لا مصاحب ال بالظبط بالظبط، ما دي سبب الانهيار الاساسي. معلش، من ناحيه الجامعه يا ريت تعرف المشاهد حضرتك حصلت على ايه سنه كام؟ أنا معايا بكالوريوس تجارة سنة 1994، جامعة الزقازيق. قديم يعني برضه، يعني ربنا يديك الصحه. الله يخليك. الله يخليك. طيب، شايف المعامله بتاعت الطالب والمدرس ايامكو كانت ايه ودلوقتي بقت ايه؟ والله أيامنا بقول لحضرتك كانت يعني كانت
القدرات الشخصية أبوية أعتقد القدرات الشخصية بتاعت المدرسين هي اللي كانت بتخلينا نحب الدراسة ونتفوق فيها. لكن حاليا كله بيروح المدرسة ما بيهتمش، او مش كله، معظم الناس بيلتفوا الدروس الخصوصيه، بيلتفوا الحاجات التانيه اللي هي تخلي الطالب مستواه يعلى. ما عادش المدرس هو الاساس اللي بيخلي الطالب مستواه يرتفع. يعني سؤال انا يعني يمكن، هل يعني كنت بتاخد دروس خصوصيه في بدايه حياتك؟ لا، في ايامنا ما كانش في دروس خصوصيه، ما كانش في، يعني كان الاهتمام والمدرس ما كانش يعني ايه بيجبر الطلاب وكده، يعني يمكن دلوقتي في طرق. لا ما كانش في دروس خصوصيه في ايامنا. لو طريقة يعني أنا دلوقتي بعض الناس، يعني مش كل المدرسين، لكن في بعض المدرسين بيجبروا التلامذة على أنه ياخد درس خصوصي عنده، ده كان مظبوط ولا حضرتك يعني؟ لا، في الوقت الحالي طبعا موجودة الظاهرة دي. ولا وبعدين أنت لو ما اديتش ابنك درس خصوصي هتلاقي مستواه مش زي مستوى زمايله، لأن صحيح. مفيش تعليم في الفصل. حتى أنت مدارس خاصة برضه نفس القصة، مش هتلاقي فيه تعليم، فبتضطر إن أنت تجيب دروس في البيت لأولادك. صحيح. على أساس يبقى مستواهم زي مستوى الغير يعني. تمام. طيب لو فكرنا مع بعض في تطوير التعليم، وقلنا يمكن انت لك فكر خاص في اقتصاديات تطوير التعليم، نطور التعليم ازاي بتاعنا في مصر؟ والله التعليم يعني لازم كلنا كأسرة كمؤسسات كحكومة كمصر كلها تهتم بالتعليم، فنقدر نتبنى أفكار كتير. لو مثلا عملنا فكرة الاكتتاب للتعليم زي فكر الرئيس السيسي عمله في قناة السويس، لو الفكرة دي اتعملت مثلا للتعليم واهتموا بالتعليم، كل أسرة هتكتتب عشان تنهض بالتعليم عشان أولادها. كنت بتكلمنا عن موضوع الاكتتاب، ويعني نقلنا لنقطة أخرى، إيه الاكتتاب؟ فكرته إيه وإزاي نقدر نعمل اكتتاب للتعليم؟ نفس النهج اللي إحنا مشيناه في قناة السويس هو نفس الفكرة. لو اتعملت في التعليم هنقدر نلم موارد اقتصادية كبيرة نقدر نطور بها التعليم، وسهل إن أي أسرة لو قلت له اكتتاب على 10 سنين طالما هتستثمر في التعليم وهتستثمر في إن أنت تطور ابنك أو تستفيد خلاص هو عايد عليك يعني مباشر، عادة مباشرة. صحيح. يعني العائد الاقتصادي هيبقى عليه مباشر، لان ابنه هيتطور، ابنه هيتعلم كويس، هيعود على كل اسره، لان طبعا مستوى التعليم لما بيرتفع في الاسره بيعود على الاسره نفسها في المستقبل. طب حجم الاكتتاب ممكن حضرتك تقترح قد ايه؟ حسب الموازنه اللي الدوله حطاها لتطوير التعليم يقدر يحط الارقام اللي هيبني بيها مدارس، هيطور المدرسين، هيطور المدارس القديمه يبتدي هيطور المناهج، هيعدل المدارس القديمه، هيقدر يوفق اوضاع المدرسين برضه، هيقدر يستثمر في التعليم. صحيح صحيح. طيب المدرسين، او يمكن كنا بنتكلم عن المدرسين واعدادهم، في بعض المدارس بيبقى فيها عجز شديد في المدرسين، وخاصه المناطق النائيه زي حلايب وشلاتين ومطروح، وبعض المدارس بتبقى ما فيهاش اصلا مدرسين. يا ترى نقدر نسد العجز ده ازاي؟ والله انا عندي فكره برضو. يعني انت هو عمال الدولة والحكومة تشتكي من تكدس الجهاز الإداري في الدولة. الجهاز الإداري في الدولة أنت بتشتكي إن أعداده كبيرة، 6 مليون أو أكتر في الدولة. لو قدرنا ناخد 10% من الجهاز الإداري للدولة ده اللي إحنا بنشتكي إن هو متضخم وكبير، ونعيد تأهيله ونعيد تدريبه ونضخه في العمليات التعليمية، يبقى انت وفرت ان انت تعين ناس، تدي مرتبات تانية، او تعمل حمل تقيل على الحكومة، وتستثمر الجهاز الاداري ده في ان انت تضخه في العملية التعليمية فتطور التعليم. بالظبط. زائد ان انت تقدر تجيب خبراء، تقدر تجيب ناس في التعليم، اجهزة كمبيوتر تجيب طبعا بالظبط. واصبح بالنسبة للتكنولوجيا سهلة ان اي حد يوصل لها ويطور التعليم بيها، وهتبقى سهله. لو خد من 10% من جهاز اداره الدوله ده ودربه، سهل ان هو يوفر
مبالغ كبيرة في العملية التعليمية. صحيح، احنا بنشتكي يعني كل الدول المتقدمة زي ما عارف حضرتك نهضت بالتعليم، وده أملنا إن شاء الله في الأيام القادمة. السؤال اللي احنا بنطرحه على حضرتك عن مشوارك وقصة نجاحك، بس أسمع إجابة حضرتك بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل ومعنا ومعكم الأستاذ عتريس محمد فايز، رجل الأعمال المعروف. أهلا بحضرتك مرة تانية. أهلا بيك يا فندم. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن مشوار حياتك والذي بدأ طبعا بقصة نتمنى من الشباب أن يحزو حزو الأستاذ عتريس محمد فايز. يا ترى بدأت إمتى قصة النجاح؟ والله الحمد لله رب العالمين، إحنا من أسرة متوسطة. ابتديت بعد ما اتخرجت على طول اشتغلت، ما انتظرتش بقى ان انا الوظيفة الحكومية او اسافر بره واخاطر بنفسي او اسافر الدول الاوروبيه. لا، الحمد لله اجتهدت واشتغلت في العمل الخاص. اشتغلت في شركات قطاع خاص، ابتديت فيها محاسب، اشتغلت واجتهدت والحمد لله وصلت لمستويات كبيره فيها، وبدات اعمل عمل خاص بعد ما خاص بيا. فابتديت برضه صغير وتعبت وكافحت والاسره ساعدتني كناس موظفين معايا. معظم اللي معايا اخواتي وقرايبي. والحمد لله رب العالمين، طالما انت بتشتغل وبتجتهد فبيبقى في ثقه مع الموردين، ثقه مع المستهلك، والحمد لله بنبدا نكبر يوم عن يوم، وبفضل الله وصلنا لاسم كويس في السوق الحمد لله في عالم السيراميك والادوات الصحيه. الاسم ده يعني تم انت صنعته بالصدق والامانه، يعني اعتقد انه دول حاجات اساسيه في الشغل. طبعا عندك التجاره اساسها طبعا الصدق والامانه والالتزام، انت بتلتزم في معاملاتك اللي عليك واللي ليك، والحمد لله طالما يبقى في صدق ومصداقيه فالناس بتقف جنبك وبتبدا انت يعني يتفتح لك افاق للشغل كويس الحمد لله طالما في السوق محافظ على كده.
لكن نصيحتك للشباب، هل انه في شباب دلوقتي بيروح يجري بسرعه يمضي على نفسه شيكات وما يقدرش يخلص من الشيكات دي وفجاه يتعرض للحبس وكده، وراي حضرتك في هذه القضايا ايه؟ هو اي شاب طبعا نفسه يبقى عنده طموح يكبر وكل حاجه، بس طبعا ما يخاطرش بنفسه، لان طبعا كل مستوى وليه اعبائه. يعني هو لو موظف هو يجتهد في وظيفته وربنا هيبعت رزقه، هو راجل فتح شغل خاص يجتهد في شغله وطبعا باجتهاده وبعمله هيكبر في عمله، ما يكبرش يعني ما يحاولش يكبر بسرعة، لان طبعا الكبر بسرعة بيبقى فيه مخاطر كبيرة وحمل تقيل عليه، فعشان كده ممكن يفشل او كده. وطبعا الدولة لازم تساعد الشباب ده، زي ما الدولة بتنتهج النهج ده، ان هو طبعا قروض ميسرة فايدتها قليلة. ما يعني اعتقد السنة دي او السنين اللي جاية هيبقى فيه اهتمام بالشباب الصغير اللي هو عاوز يعمل مشروع صغير، بدل ما يفكر في وظيفة حكومية، بدل ما يهاجر، بدل ما يركب المراكب اللي هي مراكب الموت، بدل ما يسافر في دول ويتعامل معاملة مش كويسة. لا، تم بلدك اولى بيك، اجتهد واشتغل في اي عمل. انت مش لازم تبقى انت يعني بكالوريوس تجاره محاسب تبقى تشتغل محاسب. صحيح. لا، انا تشتغل اي مهنه تجتهد فيها وربنا هيرزقك فيها. صحيح. يعني مش لازم تشتغل في مش لازم تبدا بمكتب ويعني لا مش لازم يعني يقول لك انا ما اشتغلش الا شغلتي. لا، اشتغل اي شغله ثانيه وهتوصل بيها ان انت تشتغل في شغلتك وتجتهد وتكبر فيها باذن الله. ان شاء الله. طيب حضرتك بتقول لي الدولة أصدرت أول أمس قرارات يعني خاصة، يمكن احنا بعض الناس قالت إنها قرارات سلبية وبعض الناس قالت إنها قرارات إيجابية، رأي حضرتك أنت في القرارات التي صدرت منذ يومين وعلى رأسها تعويم الجنيه المصري؟ لا، هو مش تعويم، هو ساب الدولار يبقى سعره حر في السوق بناء على الطلب والعرض. هو طبعا يعني هيرتفع في المدى القصير يعني. لكن هو كاقتصاديات وكدولة ان شاء الله المردود هيبقى فيه طبعا، ده اولا تشجيع للتصدير طبعا، فطبعا كل الناس هيفتح افاق جديدة، كل الناس المستثمرين وكل الناس الشباب الصغير يحط في دماغه موضوع التصدير، بحيث التصدير ده هو عائد العملة اللي هيجي للبلد، هيخلي طبعا الدولار بمستويات قليلة مش بالمستويات المرتفعة اللي احنا في الوضع الحالي. زائد المستثمرين الأجانب برضو طبعا هيبقى فرص الاستثمار في مصر عالية جدا بناء على سعر الجنيه المصري، لأنه طبعا لما يجي يستثمر في مصر معدل العائد كبير جدا عن الدول الأخرى. فهو على المدى البعيد او مش البعيد، المتوسط كويس. لكن هو طبعا لازم نتحمل فاتوره الضغط، ان هو طبعا في زياده في الاسعار، زياده الجاز وزياده البنزين طبعا هتعمل في زياده في مصاريف النقل على الشركات، اكيد هتاثر على بعض السلع، فدي يعني لازم نتحمل فيها شويه، لان فعلا طبعا هتبقى ضغط على كل شركه صغيره، ضغط على الشركات الكبيره، ضغط على الافراد نفسهم. فطبيعي ما حدش ينكر ان هي تبقى ضغط على اقتصاديات كل واحد فينا يعني. صحيح. طب رأي حضرتك في توزيع الأراضي ب 500 جنيه المتر في الصعيد مرفق، وتشجيع للمستثمرين، الترخيص هيبقى بدل ما كان بياخد سنة هياخد مثلا شهر على أقصى حاجة، رأي حضرتك في هذا القرار؟ قانون الاستثمار الجديد لو اتنفذ، والحاجات اللي بيعملوها الأيام دي السريعة على ما القانون يخلص، طبعا دي هي اللي هتنهض بالبلد يعني. صحيح. فلازم يقبل الحكومة المعوقات اللي هي قدام أي مستثمر، أو المعوقات اللي هي تخلي الناس مثلا يسهل موضوع التصدير، بالأخص أي شركة عاوزة تصدر يسهل لها الموضوع، أي شاب عاوز يصدر سلعة يعمل شركة صغيرة تساعده، فعشان تزود الموارد الدولارية للبلد أو العملة الصعبة للبلد. طيب في عالم السيراميك وده تخصصك وشغلك اللي انت يعني بتحبه، يا ترى اخبار الاسعار هل يعني متغيره ولا برضه انتوا، لان انا شايف خصومات غير عاديه 70%؟ لا، هو والكلام يعني كتير. هو في السيراميك والادوات الصحيه الشركات طبعا في زيادات شبه شهريه من المصانع الشركات نفسها. المستورد الحمد لله القرارات الحكومه بتنتهجها
خلت المصانع يوجدوا بديل عن المستورد، يعني البورسلين اللي كنا بنستورده، الأطقم، الاكسسوارات، فأصبح المصانع المصرية بتوفر بديل مضاهي للمستورد، فده طبعا هيوفر عملة للبلد، ده هيدي فرص استثمارية ان المصانع تتوسع في خطوط الانتاج. يعني هو على المدى خلال سنة ممكن نستغنى عن اي مستورد في المجال بتاعنا بإذن الله. ان شاء الله. طيب، ورأيك في توزيع الاراضي بسعر، يعني اعتقد 500 جنيه للمتر المرفق على مستوى يمكن محافظه الصعيد كلها؟ والله والله لو يعني اي مستثمر جاد لو هيدوا له الارض ببلاش افضل للدوله. صحيح، الارض اصلا موجوده، مش افضل للمستثمر. الدوله عاوزه تشجع المستثمرين الجادين اللي هم عاوزين يشتغلوا وعاوزين ينهضوا بالبلد، لو هتديهم الارض ببلاش. صحيح، مش ب 500 جنيه يعني. اي سعر رمزي، احنا ما بنتكلمش 500 في 1000 في 100، المهم يبقى سعر رمزي بحيث تشجع الاستثمار ويبقى الموضوع سهل، ما يسيبوهاش لتجاره المافيا، تجاره الاراضي ان الناس تتخصص ويبيع التخصيص بتاعه، لا يعني يبقى في سهوله شويه. وفي في انا مقدم للدوله مثلا مشروع جاد اخصص الارض للمستثمر حتى لو ببلاش، والله نفذ مشروعه واشتغل فترة زمنية معينة او اشتغل خلاص، انت راح باع الارض، راح اداها لحد تاني، عمل على مشروع طلبه بقيمه الارض يا رب ب 2000 جنيه المتر مضاعف. صحيح. طب اخبار العاشر من رمضان وتوزيع الاراضي بالنسبه لكم في العاشر، هل بيتم برضه بنفس السهوله ولا ايه الاخبار؟ هو الحمد لله احنا في مدينه، يعني الحمد لله فضل من عند ربنا، بلد بتكبر كل يوم، بلد فيها استثمار في الاراضي، في الاسكان، في المصانع، في المخازن. هو سياسة الدولة في كل الأماكن سياسة واحدة، نظام القرعة، نظام اللي بيقدمه، بس طبعا ده بيخلق مافيا لتجارة الأراضي. ممكن مستثمر جد يقدم 10 مرات ما يجلوش اسمه، وهو جاد وعاوز يشتغل ومعاه فلوسه، في واحد مثلا ممكن يقدم باسم وهمي او يقدم بكذا اسم ويجيله الملتوية ياخدها يبيعها. فاحنا بنقول ايه بقى؟ بنقول يعني الدوله لازم تيسر على المستثمر الجاد اللي هو عاوز ياخد مثلا عنده منتج عاوز يخزنه، يعمل مخازن وعنده مصنع بس مش لاقي مكان يخزن فيه. صحيح. فبيبقى عليه تكلفه كبيره ان هو يضطر يشتري الارض ده بسعر كبير. فعاوزين يبقى في يسر شويه في تخصيص الاراضي بالاخص في المستثمر الجاد ان شاء الله. طب الخدمات، حجم الخدمات الموجود هنا في مدينة العاشر اخباره ايه بالنسبة للطرق، بالنسبة للخدمات عموما يعني؟ والله مدينة الحمد لله كويسة، بس طبعا في بعض الطرق عاوزين نهتم بيها زي وسط البلد، زي المجاورات اللي هي قديمة شوية او بقالها 20 سنة عاوز الطرق تتمهد في منطقة ابن بيتك، كل ده طبعا عاوز شغل كتير، لكن هو طبعا في شغل في الطرق الخارجية او العمومية، لكن احنا عاوزين يتغولوا في وسط البلد بالاخص منطقة الاردنية، لان منطقة مزدحمة وفيها كم محلات كتير، بس مفيش اهتمام بالطرق والخدمات فيها. فاحنا يعني بنلتمس من الجهاز ان هو يعني يساعدنا ان هو يعني يوفر الخدمات في المناطق دي. الامن في العاشر من رمضان اخباره ايه؟ لا الحمد لله الامن من المدن الامن فيها كويس جدا، يعني في تعاون بين الاهالي وبين رجال الامن والامن فيها ممتاز الحمد لله. رساله في نهايه اللقاء بتحب توجهها لشباب مصر اللي هم عايزين يبتدوا ويشتغلوا يعني على اول الطريق؟ والله الرساله اللي احنا بنقدمها بنقول يعني اي شاب قدامه فرصة عمل يشتغلوا، ما يشترطش فرصة عمل معينة، ربنا هيبعت رزقه في الفرصة دي ان هو ينطلق فيها، او حس ان هو فشل فيها بيتوجه لفرصة تانية، لكن ما يقعدش في البيت ويقول انا هستنى اما اخد فرصة كويسة لازم اجيب احسن فرصة، لا احنا بنقول له ابتدي. وهو في بدايته ممكن ربنا يسلك له الطريق اللي هو ينطلق من خلاله.
لان مثلا اي واحد مش لازم يمشي في انا حلمي ابو دكتور خلاص ما بقتش دكتور، صحيح، خلاص انا ممكن انجح في حاجه خلاف الدكتور، صحيح صحيح. فاحنا بنقول لاي شاب حلمك بنحترمه، بس انت حافظ ان انت تستثمر اي فرصه تجيلك. رساله اخيره للمسؤولين في مصر تحب تقول لهم ايه؟ والله ربنا يعينهم على الحمل اللي هم فيه، بس برضو يعني يحاولوا يقربوا شوية زي ما حصل مؤتمر الشباب، وطبعا قربوا بالشباب شوية وحسينا ان في تغيير بعد المؤتمر ده، والتمسنا ان هم حسوا بالشباب وحسوا بمشاكلهم فأصبح في تغيير، وعاوزين كل الإدارات الدولة وكل الحكومة وكل الوحدات المحلية يعني ينتهجوا ويشتغلوا بنفس الحماس اللي الرئاسة شغالة بيه، لان احنا حاسين الرئاسة شغالة والباقي وبنقول لهم الله يعينكم يعني، صحيح. فعاوزين كله نفس الحماس ونفس الدرجة، لو الحماس والدرجة مشيت بنفس الحماس ان شاء الله يعني بلد ربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله. بنشكر حضرتك الف شكر. الف شكر. الله يخليك يا فندم. الله يخليك. الف شكر. اعزائي المشاهدين، لا يسعنا في نهاية اللقاء الا ان نتوجه بخالص الشكر والتقدير للاستاذ عتريس محمد فايز رجل الاعمال المعروف، ونتمنى ان شاء الله ان تتحقق أمانيه في تطوير التعليم، وأيضا بالنسبة لنصيحه للشباب. أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.